أيها الإخوة والأخوات في الشرك وفي عبادة الأصنام، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ما أوقعهم في هذا إلا أنهم غلوا في رجال، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أصلا كانوا أقواما صالحين، فلما ماتوا لأجل أن يتذكرهم أهلهم ويتعبدون، يعني كانت النية صالحة، صوروا عليهم، صوروا على أشكالهم تماثيل، وأصبحوا كلما مروا بها يقولون هذا فلان كان يأمرنا بالصلاة أو يأمرنا بالصدقة، فيتذكرون فعل العبادة. لكن لما مر زمن وجاءت أجيال بعدهم عظمت هذه الأصنام حتى عبدوها من دون الله تعالى. موقف الاعتدال في حب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الواجب، وأن الإنسان يحبهم ويعرف قدرهم لكن لا ينسب إليهم شيئا من أمور الإلهية أو نحو ذلك. أيها الأحبة الكرام، آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم خصائص، وأنا أحاول في الحقيقة أن أسير بسرعة لأجل أن أقف على قصة البطل، قصة الشهيد سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. من خصائص آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أولا محبتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. والحديث رواه أحمد في المسند، وهو حديث صحيح بشواهده. إذن أولا يجب علينا جميعا أن نحبهم. الأمر الثاني أن لهم خمس، الخمس في الغنائم، لما يقع معركة بين المسلمين والكفار فنأخذ نحن الغنائم من الكفار نقسمها إلى خمسة أقسام. يعني أفرض مثلا أننا كسبنا من الكفار مثلا كسبنا منهم 500,000 مثلا، فهذه تقسم خمسة أقسام، أربعة أقسام للمقاتلين، والخمس هذا الخامس يقسم على خمسة، كما قال الله سبحانه وتعالى لما بين ذلك قال: فلله وللرسول. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن، ها ماذا نفعل به الخامس يا ربي؟ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا قال ولذي القربى، ولذي القربى هم آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالخمس هذا هو الفيء أو الغنائم التي يغنمها المسلمون من أعدائهم. من خصائصهم حرمة الزكاة عليهم، فإنها أوساخ الناس كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهم منزهون عن مثل ذلك. ومن خصائصهم يعني ما قاله الله سبحانه وتعالى لما قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب ما هو المطلوب منا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن لا بأس أن يصلى أيضا أو يقال عليهم السلام. النواصب تكلمت عنهم قبل قليل وذكرت أنهم قوم ضلال، وأنهم من لا يحب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو في ضلال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه يقول: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال عليه الصلاة والسلام عن فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عنها: إنها بضعة مني، هي قطعة مني، يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها. إذن يجب في الحقيقة محبتهم، وكل من ترقصهم أو وقع فيهم فهو على ضلال. فسلام على آل البيت، سلام عليكم أهل بيت ومعهد وآي وأذكار ولوح يسطر، سلام عليكم كلما ذر شارق وما فاح في الآفاق مسك وعنبر، سلام عليكم كلما خر ساجد وكل جميل من محياه يزهر، سلام عليكم ما تجلت كتائب وما صدحت في الكون الله أكبر، علي أمير المؤمنين عليهم وفاطمة الزهراء في الخلد تزهر، وسبط الرسول السيدان بجنة هما الحسنان المقمران وأنور، على أمهات المؤمنين ترضيا عليهنما قد فاح مسك وعنبر، وحمزة والعباس والخير نجله
وحمزة والعباس والحبر نجله وطيار عدن ذو الجناحين جعفر وسلم على من حاز حسني قرابة وتقوى وقرب الدين أعلى وأظهر وما قيمة الأنساب إن لم يكن لها من العروة الوثقى رباط ومئزر سلام لأرواح من الرجس طهرت وآثارها طهر وطيب وجوهر وليكم الرحمن جل جلاله وجبريل والركب الشريف المطهر وفيكم لنا نور وهدى وفيكم لنا نور وهدي وأسوة وشانئكم فيما قضى الله أبتر وحبكم فرض وبر وقربة ويمن وإيمان وشرع مطهر وذكراكم فينا دعاء وسجدة ونفس لوجه الله تنهى وتأمر وأيامكم فينا جهاد ودعوة وعلم وتأديب وسيف ومنبر وللجود والإحسان منكم معالم وأفضالكم تغشى الأنام وتنشر فما البحر والأصداف في ظلماته وما مرسلات الريح والدر ينثر أيا مبغضي بيت النبي وآله أبالله والقرآن والحق تكفر فوالله لا يشقى محب بحبهم وللمبغض الجافي نكير ومنكر يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. أيها الأحبة الكرام، لنتكلم عن آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم، فهذا والله لا يكفيه لقاء واحد، إنما سأتكلم عن السيد الشهيد، عن سيدنا الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. هذا الرجل الذي وقع له ما وقع من كربة في كربلاء، كان له عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة الكرام كان له وضع خاص في تبجيله وتقديره ويعني وحفظ منزلته. بينما كان عمرو بن العاص في ظل الكعبة جالسا، رأى رجلا قادما من بعيد فنظر إليه ثم قال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. فلما أقبل فإذا هو الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. من أين نبدأ الكلام عليه؟ من أين نتكلم؟ سأحاول أن أمر مرورا سريعا على حياته، ثم أقف بعد ذلك على استشهاده رضي الله تعالى عنه. الحسين هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب، لقب بألقاب، لقب بالسبط وبريحانة النبي عليه الصلاة والسلام وبالسيد، وهو فعلا سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسن. أبوه علي وأمه فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. نشأ في بيت علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة، يدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية. وماذا تتوقعون أيها الأحبة الكرام لما يكون غلام ينشأ في حضن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يخالط ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقه، ويداعبه ويلاطفه ويربيه ويراعيه. ماذا تتوقع أن تكون النتيجة من هذا الغلام؟ طبعا كان له إخوان، له الحسن وله زينب الكبرى وله أم كلثوم الكبرى، وقيل إن له أيضا أخ اسمه محسن، وهذا مختلف فيه. وله رضي الله تعالى عنه فضائل لم يلحقها فيها غيره من الناس. كان له عبادة وله محبة للخير وله شأن عند الناس وله صدقات، وتقبل قلوب الناس إليه قبل أن تقبل إليه أجسادهم. كان كثير الدعاء والتضرع إلى رب العالمين، وكان مجاهدا. وقد بحثت حقيقة في سيرته رضي الله تعالى عنه، فوجدت أنه غزا في أفريقيا وغزا في بلاد المغرب وغزا في يعني مواضع كثيرة، وكان يحب الغزو والجهاد في سبيل الله، وشهد موقعة طبرستان وشهد عددا من المواقع. إذا لم يكن يعني جبانا أو لم يتكل على نسبه وقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول والله أنا ما دام أن جدي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا